جابر النهارده خلاص شارك نادي الزمالك في مرانه الاول وللمره الاولى ويمكن يعني عمر مش غريب على نادي الزمالك عاد مره اخرى الى بيته عمر من نجوم الزمالك ونجوم منتخبنا الوطني وقام يمكن الجهاز الفني لنادي الزمالك ولاعبه الفريق بتنظيم ممر شرفي لعمر جابر احتفالا بانضمامه وعودته لبيته من جديد